الله معكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من العراق اونلاين. نحن وياكم اليوم رح نعيش بهالفتره، فتره البث المباشر، لانكم انتم بقلبنا ونحن صوتكم، صوت كل اخوتنا العراقيين يلي عم نعيش نحن وياهم. بيسعدني انا وياكم اكيد تكونوا ضيوف الليله عبر الهاتف او عبر الفايبر، واذا بدكم تبعتوا رسائل تكون شوي قصيره بليز لما نطول الحديث وضل كل الوقت انا عم بحكي واقرا. كما بيسعدني انا وياكم استقبل استاذ عبد اللطيف قريو، اهلا وسهلا فيك بيناتنا. اهلا وسهلا مدام كاترين، مساء الانوار، فرحانه فيك كثير الليله انك معنا لنحكي اكيد عن كل شيء وعن كل حياتك يلي عشتها ان كان بالعراق وحاليا في لبنان. ولكن بدايه خليني اقول لكل اللي عم يعيشوا هالفتره ان كان بالعراق وخارج العراق، الله يبارك ايامكم وتعيشوا بفرح وهنا وسلام. واكيد بدي اقول شكرا لكل حدا عم يجرب يوصل الصوره، صوره الواقع، ان كان من بغداد، بارطلة، كرملس، هالمناطق يلي كانت شبه مهجوره وهلا الناس عم ترجع لها، اكيد رجعه خجوله مثل ما عم نقول، وفي كثير ناس خايفين من الرجعه. نحن مع انه نحترم اراء كل العالم وكل حدا هو حر، بده يرجع ما بده يرجع، ولكن انا بدوري بدي احيي كل اللي عم يزوروا هالمناطق المنكوبه ويوثقوها، ان كان بفيديوهات صغيره، ان كان بصور، ان كان بكتاباتهم. فتحية كتير كبيرة، بدي خص بالشكر يوسف قطة، أكيد تحية كتير كبيرة لألك، بيضل مواكبنا بالأخبار، أخبار الساعة إذا بدنا نقول. لغيد نينوايا، رغيد تحية كتير كبيرة. خلال هالحلقة رح نشوف اثنين فيلم صار، أول فيلم هو عن رح نحكي عنه أنا وأستاذ عبد اللطيف، ثاني فيلم هن شابين رامي سقط وشوقي شمعون حبوا على طريقتهم عبروا بصرخة، صرخة شعرية باللغة الإنجليزية. أكيد رح يكون خلال هالحلقة في لنا اتصال معهم ونحكي أكثر وأكثر. بداية خلينا هيك نتعرف عليك صديقي، حضرتك من وين وكم مرة تهجرت توصلت على لبنان؟ أنا بالبداية أريد أشكرك وأشكر القناة وأشكر القائمين عليها، وأريد أوصل تحية كبيرة لأهلنا بالعراق والمهجرين المتألمين إن كانوا في العراق وإن كانوا في المهجر. نعم، تحية كتير كبيرة لألهم. أكيد هلأ حسيتك شوي ملبك، ليه؟ لا ما ملبك، لأنه إحنا يمكن ملبك لأنه يمكن راح نرجع شوية للألم وللحقيقة الألم اللي إحنا عشناه بصراحة. يعني بفهمك أكيد، يعني وأنا أحيي وأحترم كل مشاعركم. خليني أوجه تحية سريعة هيك لتكون أخذت على القعدة معنا بالستوديو. بدي أحيي كل يلي عم يتابعونا، ياسمين، توماس، جنان عبا وعائلتها، جميل، أم مارتن، بشرة شيتو، نداء يديكو، سلمى شيخة، تحياتي لألك. حدا كاتب همسات نرجسية كمان، شكرا كاتبين لنا موفقين، تعرف مين هالأشخاص؟ أوكي. نسيم جحولة وعائلته كمان تحية كتير كبيرة لألكن. عزة العزوز، ميساء زاكي، مها شيتو، هنا بدي حييك أختك، بدي حييها كتير وحيي كل العائلة. صباح أيوب، بهنام متي، كمان هون بدي وجه تحية كتير كبيرة للي عم يتابعونا بالأردن، بتركيا، بديترويد، بسويد، بكندا، كل الناس المنتشرين هالعراقيين يلي أنت بتحب تسميهم ملح الأرض، المنتشرين بكل العالم. ناجي عطلة، وليد متوكة، تحية كتير كبيرة لألك ويعطيك ألف عافية على الشغل يلي عم تعمله، شيء رائع جدا. وليد وعامرة، أم مايكل القصاب، برنادات، زهرة، رغيد القسموسة، تحياتي لألك. إيفان لبيب، تحياتي وسلامي لسالي وللكل. سارة حلاتة، مرحبا، بحييك وبحيي كل العائلة الكريمة. ميساء شيخة، أديسون وأنيتا، أختنا والصديقة ثائرة جميل، فيفيان أنتون، هدى معروف، ويسام ماتو، رابي يونان، تحياتي لألك. ناهل القدسي، هاني، رويدة بهاء، بلسم بهنام، كلارا عيسو، تحياتي لألك وبلسم بهنام كمان تحياتي. كلارا بدي حييك ومن خلالك حيي كل العراقيين اللي موجودين بالأردن، شكرا على المتابعة.
ندى سالم وعائلتها مرحبا. أبونا دنحة اشتقنا لك، إن شاء الله تصير قريبا ضيفنا. حسام قريو تحياتي لك. إيمان عيسو، أم كارون ميلاد جورج تحياتي لك. إبراهيم وسوسن قريو، صوفيا أختنا الراهبة قريو تحياتي لك. نورة يوحانا، غادة حكمة يوسف، رامي حبش أختنا انتصار، فالنتينا وليد خدو، استاذ سعد دنحة بدي اوجه لك تحية كثير لك وللعائلة، وبقول لك الرب يبارككم، وتحياتي لابو ستيفن واقول له مشتاقين. اكيد تحياتي لك كاترين التي لا تكل ولا تمل من الخدمة، شكرا كثير. ومن خلالك كمان بوجه تحية لكل اللي موجودين بمنطقة القليعة. خلود الجزراوي تحية لك ولعزيز وللعائلة، وإن شاء الله تكونوا فرحانين بعادتكم بأمريكا. وبالنهاية بوجه تحية لنهاية سالم ولكل حدا عم يتابعنا هلأ، بقلكن الله يكون معكم. صباح أيوب تحياتي لك. إن شاء الله هالحلقة أنا وأستاذ عبد اللطيف تنال إعجابكم الليلة، لأنه رح نجرب قد ما فينا نعالج بعض الأمور والأخبار يلي حصلت وصارت كأنه قصة تاريخية بحياة أستاذ عبد اللطيف. يلا الحكي لك هلأ، تفضل. أنا عبد اللطيف باكوز قريو. نعم. من أهل قرقوش، سكنت في بغداد. نعم. منذ الولادة. يعني ما كنت ببغداد من الأول؟ لا، يعني ما كنت ببغداد، ولادتي بغداد. كنا عايشين عيشة أقدر أقول حيل حلوة، لأنه كنا مجتمعين وكنا متحابين واستمرت الأمور وعشنا حياة يعني نقدر نقول حلوة يعني مع ألمها، بس حلوة إلى 2007. 2005 صار عندنا عدة أمور ما نقدر نتطرق لها، بس راح أبدي أنا من 2007، لأنه أنا حقيقة تهجرت أكثر من مرة. نعم. 2007 انخطف أخي عبد الخالق الشماس، عبد الخالق الله يرحمه. بعد الخطف هددوني أنا شخصيا وهددوا عائلتي. نعم. كان الموضوع يعني صدمة بصراحة لنا، لأنه كنا حتى كمنطقة اللي كنا بيها منطقة الغدير، كان عندنا محل سوبر ماركت، كنا ناس أقدر أقول لك يعني محبوبين، يعني بصراحة مو مدح وإنما تواضعا، لأنه كنا نحب الكل. نعم. 2007 صار الخطف، وراء 4 أيام من خطف أخويا دورنا عليه، لقينا في إحدى مستشفيات بغداد جثة، مما خلانا نضطر أترك بغداد اللي هي مسقط راس يعني. نعم. اللي أحبها بصراحة، يعني أحبها لأنه عندي ذكريات بها، وهي بغداد يعني مع الأسف هسه تختلف. أي أكيد تختلف هسه. اضطرينا نروح للقرقوش اللي مسقط راس أهلي. نعم. حولت وظيفتي إلى منطقة الموصل. شو كانت وظيفتك؟ أنا كنت موظف في إحدى وزارات يعني وزارة العلوم اللي نسميها وزارة العلوم والتكنولوجيا. نعم. مشينا الأمر يعني، تحملنا الأذية يعني بصراحة، يعني تعرفين واحد شماس مع كل الألم تقبلنا الموضوع، لأنه مؤمنين بيسوع، مؤمنين بالخالق، أنه هاي اللي صار بينا الله إلا إرادة بها، أكو أمور يعني مش بإيدي، مسلميها لله يعني. نعم. من بعد ما صارت الأحداث هاي داومت بالموصل، صارت مضايقات هواية من الموصل، اضطريت أنقل إلى منطقة بحشيقة. بعد ما انتقلت إلى منطقة بحشيقة بدأ ما نسميه داعش، بديت طريق الجلجلة. الجلجلة جديدة طبعا، لأن هي كلها طريق جلجلة بصراحة. نعم.
بعد ما اجى داعش سقطت الموصل بيد داعش، اضطرينا همينا يومين ثلاثه بصراحه نطلع من منطقه قرقوش احنا وكثير من العوائل حفاظا على الاطفال وعلى النساء. فيك تعرفنا على عائلتك عبد اللطيف؟ من شو مؤلف عائلتك الصغيره؟ عائلتي الصغيره انا وعندي اولاد اثنين وبنت، ساره وستيفن اللي انت اكيد تعرفيهم. نعم. وسرمد اكيد بعرفه كمان. وسرمد تزوج وزوجته هي مريم. الله يخليهم. الله يسلمك. وزوجتك تحيه كثير كبيره. الله يخليك. اكيد احييهم انا لانه احس انه بالفعل المرات يعني مع الضيق مع هاي اشوفهم من يشوفوني مثلا واني اشوفهم واحد يحمل الاخ محبه ويعبر عن يعني احنا بالعراقي نسميها واحد يشيل الاخ بالاذيه من يصير عندي. يعني انا اوصل مرحله مثلا تعبان احس انه يجي واحد اللي هو من اخو ابني او ام ستيفن الورد. ليش ام ستيفن؟ شو اسمها؟ شهباء بطرس. شهباء بطرس. يعني دائما ام ستيفن او فاحس انه يخففون التعب. ونفس الشيء بالنسبه يعني احيانا ستيفن خاصه اللي احنا بلبنان احيانا ساره اي واحد بينا ام ستيفن شهباء تشوفيها يعني نوصل مرحله من التعب ومن يعني انا يمكن وصلت مرحله حسيت انه الى متى وهم الى متى. بس مع هذا الحمد لله نشكر الله الرب ومن اوصل مرحله يعني اشوف نفسي حيل متضايق اقول عندي كلمه واحده بصراحه اقول لتكن مشيئتك. نعم. خليني كمان هيك وجه كم تحيه لكل يلي عم يتابعونا هلا بخص بالذكر. صباح ايوب هنا اختك ندى توما، استاذ وسام مانويل مانوئيل بدي اقول لك يسوع يكون معك ونشكر الله. بلشت تغير هيك الحزن يلي جواتك الى فرح والى رجاء. وليد وعامره، جون جورج بدي وجه لك تحيه لك وين ما كنت اكيد. جينا الجميل، الفيرا تحياتي لك. رندا لبكي، فادي القس، يونان، كريستينا، جوزيف تحياتي لكم. نضال مخو مرحبا. مين بعد عندنا؟ جورجيت حبيش، هلال البيضاء، ميلاد سمعان، وفيرا عبا. تحياتي كثير كبيره لكم كل اللي عم تتابعونا هلا. رح نوقف هلا مع فيلم صغير قبل ما نحكي ظروف هالفيلم وهل يا ترى بيجسد حياتك انت وعائلتك ولا لا. خلينا نكون مع الفيلم القصير لك وسيم. يمكن كلمة مطرودين بتوجع أكثر من مضطهدين أو إياها اللي بتوجع أكثر؟ الكلمتين أعتقد نشكر الله تتطبق علينا يعني للأسف نشكر الله يعني. يعني هالفيلم الصغير اللي شفناه مع دمعة شهباء، أنا اليوم كنت عم بقرأ جملة إنه عندما يبكي العظماء تحزن السماء. فكل الأمهات أنا بنظري هم عظماء، خاصة أمهات الناس يلي اضطهدوا يلي طردوا يلي تعذبوا يلي ماتوا أولادهم
قدام عيونهم. اليوم بدي وجه تحية كتير كبيرة لكل أم فقدت غالي، لكل أم بعدها واقفة إلى جانب عائلتها عم بتناضل رغم كل هالظروف. يعني شفنا هون دمعة شهباء وشفنا إيدها على إيدك، يعني قديش هالفيلم يلي أخرجه ونفذه وأعده هو عوداي صديق لألك. تحياتي لألك حضرة المخرج والمعد عوداي والمصور بنفس الوقت، تحية لكل أفراد عائلتك اللي شفناهم بهالفيديو كليب. ليش هالفيديو كليب؟ شو كان الرسالة منه؟ وكيف اختاروكم أنتو كعائلة تمثلوا هالفيديو كليب؟ أنا من هالمنبر أريد أحيي تحية كبيرة الأستاذ عوداي المبدع. عوداي هو وعائلته اللي صار بالفيلم واختياري عدي. اريد شوي انطي فد شيء عنه اذا تسمحي لي. عدي هو يصور ويخرج افلام قصيره من الكتاب المقدس، ياخذ ايه قصيره ويصورها ويخرجها يعني. فطلب من عندي، قال لي عندي فكره انه اسوي هذا الفيلم، اكو امكانيه تصور معي؟ وافقت على الفكره. طلعنا صورنا اني ورهمت، يعني هاي عائلتي يعني بصراحه ترتيب الرب ما اعرف يعني هيك هي رهمت، لانه راد غير جماعه يجون وما جوي، المهم هيك هي رهمت. فطلعنا صورنا، التصوير تقريبا طولنا في نهار كامل تصورنا. الفكره اللي يعني الشيء اللي اريد اقوله، عدي بوقتها ما يعرف احنا عائله منكوبه بهالموضوع، ما كان يعرف. من خلصنا التصوير وهاي كان فرحان بصراحه، يعني حتى على اللقطات على هاي حيل فرحان. فقلت له عدي ترى هذا الفيلم احنا واقع براسنا. قال لي شلون؟ قلت له انه اخويا مخطوف وبهالطريقه هاي. فهو الرجل يعني بدا يتعذر، يقول لي انا اسف جدا، لانه اكيد يعني من تتصوره تتذكر المأساة والالم اللي صار بيكم. فبالفعل اريد اوجه له تحيه للمبدع. انا دائما اقول له مبدع. وانا بدي اشكره كثير لانه سمحوا لنا نعرض الفيلم اكيد، واعطيونا اذن خاص بعرضه، وعدتونا بعد رح يكون في افلام صغيره ان شاء الله باذن الله. انا اوعدك همينا احكي وياه وان شاء الله ان شاء الله اكيد يصير يعني خير، لانه ناخذ موافقه و ان شاء الله يا رب. خلينا ناخذ كم رساله انا وياك وصلتنا عبر الفايبر، واكيد انتم كمان فيكم تتواصلوا معي على الارقام يلي بتشوفوها باسفل الشاشه. استاذ شامل بيقول هلو مدام كاترين، تحياتي لك والى ضيفك اخ لطيف شامل قصقص. شكرا يا شامل، ربنا يحميك ان شاء الله تكون صرت بخير. بيقول تحياتنا للبرنامج ولضيفكم الكريم نبيل شموني ابو يوسف. تحياتنا لك. تحيه هو من الاردن. تحية كبيرة صديقي هو وأخويا. الله يحميكم. مساء الخير يا غوالي، منورين الشاشة، أحلى مدام كاترين وأحلى أبو ستيفن. تحياتي لكم ديانا المروكي والعائلة. شكرا ديانا. شكرا. لداليا ولميلاد ولكل الأشخاص وللعائلة أكيد كل الموجودين معك. مرحبا كيفكم، غياب أحباب القلب بالعالم احلى جار. نحن عائله يعقوب بنيامين، جيران عمي لطيف قريو، كثير وحشتونا بغيابكم بغياب الجيران. جار العمر بقرقوش طبعا. الله يحفظكم. كمان رساله، مرحبا كاترين الغاليه، تحيه لضيفك الكريم وشكرا على اهتمامك المتواصل بقضيه شعبنا المتالم والذي عانى ولا زال يعاني، وخاصه هنا في لبنان. اننا نموت ببطء تحت انظار المسؤولين الذين يصعبون علينا الامور اكثر واكثر. زاكي ميساء ذاكي. تحياتي لك ميساء، يعني للاسف ما فيني انا اقول ولا اي كلمه على اللي عم تقوليه، لانه بالفعل الوضع صار كثير متعب بلبنان وكثير بيوجع، خاصه مع الاشياء اللي هلا عم تستجد على هون بارضنا اللبنانيه، على الواقع اللبناني علينا نحن كلبنانيين، فكيف بالحري على الناس اللي اجوا لعنا ضيوف.
مرحبا ست كاترين ومرحبا بضيفك الكريم، أنا من متابعين لكم لأني أشعر بالتفاؤل بوجهك مدام. تحية لكم، أنا فائز يوسف من كرملاس. أنا كمان بقلكن شكراً لكم على هالمحبة الكبيرة اللي عم تعطوني إياها، لأنه بفضلكم أنا قادرة أستمر وضل هالقد معطاء وضل هالقد فرحانة. وأكيد ما بدي أنسى نور الشرق والقيمين ومديرتها أكيد ماري تيريز حنان، يلي عطيتنا هالقد الفرصة أنه نكون نحن وياكم بتواصل، لأنه ما تفكروا هينة أبداً، كتير صعب أنه الواحد يطلع لايف ويعطينا مجال هالقد على الهواء. فتحية كتير كبيرة لكم ولكل يلي عم بيتابعونا. مثل ما شايفين الأرقام صارت موجودة على أسفل الشاشة، يلي بيحب اكيد انه يتواصل معنا فيكم بكل بساطه. تحيه لجاري استاذ عبد اللطيف وكل الاهل، اخوك يعقوب ناصر. تحيه لك ولعائلتك الكريمه. شكرا كثير لك اللي عم يتابعونا، يلي موجودين معنا ان كان على الفايبر او على الفيسبوك، تحيه كثير كبيره لكم. كمان خليني هيك اخذ كم اسم موجودين معنا، مؤيد زاكو، ناصر وريتا، تحياتي لكم. عماد باكوس، إلي فارس، سالي حبيب، لينا وكيم، ريبيكا القاعي، منهل البصراوي، ماري بلو، ريمون بطرس، ساندي بال، كل الناس اللي عم يكتبوا لنا تحية كتير كبيرة لكم. بليز أصحابي بتمنى منكم ما يكون كل الوقت هيك أنا قاعدة عم بتطلع بالتليفون، يلي بده يقلنا شي يتصل بليز أحلى ما ضل أنا قاعدة عم بقرأ. مرحبا مدام كاترين، سلام المسيح معكم، منورين أنت والأخ عبد اللطيف، شكرا على جهودكم وعلى الأشياء الحلوة التي دا نشوفها، الرب يبارككم. الأخت حلا، شكرا لك أختنا حلا، بحب كتير اكيد تخبروني عن ايامكم وحياتكم، كيف عم تعيشوها وين ما كنتوا هلا خارج العراق او داخل العراق. بعرف هلا كل العائله عم تشتغل تقدروا شبيبي، يعني للاسف كنت عم تقلي بالسياره انه كتير صعب تشوف اولادك عم يشتغلوا بالوقت اللي لازم يكونوا هلا بالجامعات عم يحققوا طموحهم واحلامهم. خبرني عن ارض الواقع اكثر استاذ عبد اللطيف. بصراحة أرض الواقع يعني مؤلم. أولادنا، يعني أنا أحكي أولادنا بس بطريقة بصورة عامة، هم أولاد الكل، وصلوا مرحلة أقدر أقول لك شبه ضايع، ما نقول ضايع لأنه الحمد لله عندنا أمل. نعم، دائما عندنا أمل. طلاب جامعات يترك جامعته، نعم، يترك مدرسته، يترك كل شيء ويتجه الى عمل. نعم، خلينا ناخذ اتصال احلى ما نترك الاشخاص معنا. بدي اطلب منكم بكل محبه بليز تسمعوني بس من الهاتف، يعني توطوا صوت التلفزيون على الاخر، بس اسمعوني من الهاتف او اطلعوا من الغرفه يلي موجود فيها التلفزيون. خلينا ناخذ اول اتصال. الو الو، بتمنى منكم اصدقائي اللي بده يطلع معنا على الهواء يسمعنا بس من الهاتف مش من التليفون، بتمنى بليز. الو، مين معنا؟ الو، بترجيكم بليز اسمعوني بس من الهاتف طب ما ضل عيدها للجمله. خلينا ناخذ الاتصال. مساء النور، مين معي؟ انتصار سحاب مايك القصاب. اهلا ست انتصار، كيفك؟ الحمد لله، انت كيفك ست؟ نشكر الرب، نشكر جهودك كثير كثير بتعبك مع العراقيين. الله يخليكم. احب يعني اسلم على الضيف تبعك، الضيف عبد اللطيف. الله يخليك عبد اللطيف. نعم، كثير كثير بتشكركم على هذا البرنامج الطيف الكثير حلو. الله يحفظك. تحيه كبيره. الله يحفظك اكيد. بدي اسالك ست انتصار، يعني انا بدي اشكر كثير اتصالك لانه قليل ما سيدات عندهم الجرأة يحكوا معنا. خبرينا اليوم وين موجوده حضرتك وكيف الحاله اللي عم تعيشيها؟ شو؟ وين موجوده حضرتك، بلبنان او بالعراق؟ انا بلبنان، كنت بالمظاهره. ايه نعم، بجديده. بجديده نعم. خبرينا وقت نزلتي على المظاهره حسيتي انه هلا حين الوقت انه تحكوا الكلمه اللي بدكم تقولوها؟ طبعا
بوجودك انت طبعا كل شيء نعمل. انت واقفه بصفنا. الله يخليك. انت ساعدينا بكل شيء. الله يحفظك. قولي لي شو كان شعورك وقت كنت بالمظاهره؟ هل يا ترى رح ترجعي كمان تعيدي مره ثانيه تنزلي على الشارع والطالبه بحقك؟ طبعا ما اتنازل عن حقي. احنا انظلمنا مظلومين بالعراق، انظلمنا كثير ويعني تعبنا كثير. نعم. ويعني ما بدنا نرجع على العراق، العراق مو لنا صار بعد. نعم. هل يا ترى تحركوا ملفاتكم؟ لا ملفنا لا هلا ما في اي شيء، احنا هي سنتين ونص هون. نعم. وكيف عم تعيشوا؟ في حد عم يشتغل؟ لا ما في اي شيء. في حد عم يشتغل بالعائله تقدروا تعيشوا؟ نعم. ايه ابني بس واحد. نعم. وعم ياخد حقه من بيشتغل بس. ايه بس يعني راتب قليل وظروف صعبه كثير هون بلبنان، ايجار كثير غالي ويعني تعبنا هون بلبنان. نعم. وبرايك شو راح يكون الحل؟ وجوزي كمان مريض، انا كمان تعبانه ومريضه وما فينا نروح حتى دكاتره، ما فيني اروح. نعم. جربتي تتواصلي؟ كثير صعبه هون بلبنان. نعم. جربتي تروحي على مستوصفات مثل فرسان مالطا وكاريتاس وغيرهم؟ كاريتاس رحت ما في فايده، اي شيء ماكو. ومستوصف رحت كمان كتبوا لي تحاليل كثير غالي ما فيني اعملهم، هاي يمكن 7 أشهر وتركت التحاليل نسيتها اصلا، معي مرض يعني حساسيه بالدم تعبانه كثير. نعم. وما فيني اعمل يعني تحاليل، لا الا هاي 6 أشهر 7. نعم. تركتهم وحالتي تعبانه كثير وما فيني اعمل تحاليل. الله يكون حدكم يا ست انتصار ويغير هالواقع الأليم يا رب. كثير صعبة ست كاترين. نعم. الله يعطيكم النعمة. التوفيق للبرنامج. تسلمي. كثير أنا أفرح وكل جمعة ناطرتكم دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة لتطلعوا على التلفزيون. تسلمي لي، شكرا عزيزتي. الله يكون معك ويكون معكم كلكم يلي عم تعينوا هالقد والأمرين بالمكوث بهالطريقة اللي بتوجع بلبنان. سلامي لأهل لبنان. إيفان من فرنسا، ابن أخوه أبو ستيفن، هو يلي غنى يا بوخة يا بسيمة. من؟ إيفان؟ إيفان لا. مش هو. لا ذاك. غير حدا. وأشكركم على هذا البث وإن شاء الله أكو خير من وراء. سلامي لك كاترين وسلامي للضيف. شكرا إيفان، يسوع يكون معك. مرحبا مدام كاترين، أنا ابتسام جورجيس، أشكرك على هذا البرنامج اللي يحكي معاناة العراقيين مع أخي العزيز أبو ستيفن، تحياتي إلك. شكرا كتير لألكم. خلينا ناخد اتصال لو سمحتوا. ألو. ألو مساء الخير كاترين. يا أبونا وينك؟ تركنا كل هالفترة. أبونا دنحة اشتقنا لك كتير. يعني أول شيء أكيد بعتذر، يعني أنا مناسيكم ودائما أتابع البرنامج، لأنه يعني هو مثل ما دائما نقول هو برنامجنا إحنا صراحة. نعم. بس يعني صار شيء جديد وتعينت ب يعني خورنتين، يعني رجعت ضيعتي في عرموتة وكويت سنجاب، ولهذا صار مشاغل يعني إداريات. أنت دائما في قلبي وفي صلاتي ما أنساكم. الله يخليك. الله يخليك. ووجه تحية لك وضيفك الكريم. تسلم أبونا، تسلم ومبروك على أخوية الجديدة. شكرا جزيلا العزيز استاذ لطيف، شكرا جزيلا. الله يبارك بيك وينتك القوه والصحه لتكمله المشوار. بالفعل. شكرا. امين. انا صراحه لا زال يعني بنشتغل خلف الكواليس، يعني ما ناسيكم، يعني في اتصالات في حالات ايضا بلبنان، انت تعرفين يعني حاله طبعا. كانت وخابرت. نعم بعدك ما زلت صله الوصل لاعمال المحبه بين العراقيين ومعي، يعني رحت وترك لي كل الاحباب هون، شكرا ابونا. يعني انت كفيتي ووفيتي عزيزتي، والله يقويكي، يعني انت فعلا دائما قلبنا وصلاتنا وربنا يقويكي. تسلم يعني. تسلم ابونا، شكرا كثير. ابونا يعني حطنا علي. تفضل. نعم. تفضل. لا تفضل. ايه انا اللي علينا بانه صراحه دائما نصلي لكم، اكيد الصلاه تعطي القوه. تمام. نعم اكيد نحن محتاجين لهالصلاه. ابتي العزيز حطنا شوي بالصوره عن الناس يلي عم يرجعوا شوي على قراهم، عم يتفقدوا بيوتهم، قديش هول الدمار، قديش عم يقدروا يستوعبوا يلي صار بمناطقهم، وهل يا ترى زرت شي منطقه من المناطق المنكوبه؟
صراحة كزيارة لا، يعني أنا لأن بعيد كلش بعيد، يعني ضيعتي بعيدة عن السهل نينوى، بس احنا مفكرين صراحة نعمل زيارة، يعني احنا مفكرين مع جروب، بس يراد لها يعني أكيد، والزيارة هم يراد لها لأن في جيش في قوة أيضا، في يراد لها يعني تصويت أيضا تخويل حتى ندخل في سهل نينوى مثل ما سمعت. نعم. بس اللي لا اشوفه لا اسمعه بانه في مراحل، يعني في ناس تحب ترجع بس في ناس لا، يعني صراحه ليش؟ لان السبب بانه دمار كبير كلش، خدمات صعبه. نعم. صح الكنيسه تشجع، كان مطارنا تشوفين حتى قطاري كذا يروحون يقدسون في مناطق سالمين وفي قرى، هذا كانه تشجيع بانه فعلا يعني هو رجوع الكنيسة يكون قبل الناس حتى يعني يشجعون الناس بأنه تعالوا إحنا موجودين. نعم. مثل كان بلبنان أنا أتذكر بأنه في أوقات الحرب الأديرة راحوا الرهبان حتى الناس يروحون اللي بيعطهم يعني. صحيح صحيح. وإحنا نعم فقري تقريبا نفس الشيء، بس يعني نسبة كبيرة أيضا الناس ترفض تروح صراحة، ولا زال المأساة الأكثر هو بأنه ناس اللي عايشين داخل إقليم كردستان بيسافرون. نعم. يعني مثلا عنكاوة أوكي في أمان في عيشة، بس صراحة توقعي بأنه نعم. تقريبا بسنة 2016 أكثر من 70 عائلة عنكاوة يهاجرون. هاي أيضا يعني ممكن نسميها كارثة صراحة. ليش؟ لأن هم ما تعرضوا لشيء، بس يعني بمعنى ما بقوا يثقون بهذا البلد. نعم نعم. يعني صراحة نحن أكيد يعني نعم نعم نحن أكيد أبونا. عدد المسيحيين العفو، بس عدد المسيحيين أيضا، عدد المسيحيين صراحة يعني دي يقل يوم بعد يوم يعني، والناس اللي دي يكونون بلبنان أو دي يكونون بتركيا أو بالأردن لازال اللي شفناه بمعاناتهم لازال نفس المعاناة، لبل أكثر صعب الرجوع. ايه بس يغادلهم ايضا مساعدات مرضى، يعني ما اعرف يعني كثير حالات يعني ما في خط رجعه، فاذا شو الحل يعني؟ نعم نعم. هالسؤال يلي دائما كنا نساله انا وياك بكل حلقاتنا، يعني على مر هالسنتين ونص بالفعل ما زال العراق يعاني ويعاني. ابتي العزيز ما تبخل علينا، دائما خلينا نسمع صوتك، بنحبك كثير وان شاء الله نشوفك قريبا بشي طريقه، او انا اروح او انت تجي ان شاء الله عزيزتي. يعني انا يعني بكل فخر نقول يعني فعلا نشكرك يا اخت كاترين، يعني انت انسانه لا توصفين، وانا صراحه فرحان ان اشتغل معك، ومن من خلف الكواليس مرات اخابرك اضوجك يمكن ناس او مش مشكله كلنا بخدمه بعضنا من اجل الانسان المعذب. ابتي تسلم كثير، الله يخليكي. تحياتي لكل عائلتك الحلوة ولكل الناس اللي بيتابعونا وعندكم بأرموتا وبغير منطقة. شكرا أبتي. شكرا جزيلا. تسلم. تحياتنا. شكرا أخوتي. رح نطلع بريك نسمع بقيمتي دامشيحو بصوت كاترين غالي من توزيع الأخ بولوس جاتجو، لنوقف نحن وياكم ونرجع نكمل العراق أونلاين. صبح وصينا
إذن أكيد مع هالوقفة رح يضل إيماننا قوي كتير كبير بالقيامة، بقيامة ربنا وعظمته بحياتنا يلي بعت لنا ابنه المخلص. كنا عم نحكي انه مش سهل بعت ابنه وكان نصيبه الصليب ليربح القيامة، فكيف بالحري نحن ما وعدنا بشيء يمكن اعظم من هيك. إيه؟ بالعكس هو وعدنا انه راح تكونون مضطهدين و نعم ونكون يهجروكم يعني، واللي قاله السيد المسيح ده يصير يطبق يعني. طبعا طبعا. خلينا ناخذ كم رساله هيك على السريع انا وياك. ست كاترين الله يقويكم، نشكر عمو لطيف ايهاب جوريان، تحياتي لك. وسام يعقوب، سلامي لاحلى جار واطيب واغلى ابو ستيفن، يا رب يوفقكم والعذره تحميكم، تحياتي جاركم وسيم يعقوب بنيامين. لحقنا من كل الرسائل. احلى جار واطيب جار يعني الله بصراحه يخليكم. شكرا لك على هالبرنامج الحلو، شكرا كثير لك معرفه مين، شكرا على كل. سلام المسيح لكم احلى ست كاترين والاستاذ عبد اللطيف، بصراحه خسرناهم، تحياتي لكم. سلام القس الياس ابو ارام، طبعا خساره الاصدقاء هي اصعب خساره. كمان تحيه، مرحبا، نحن رعد وبراء وعائله حاتم هدايا من احد سكان قرقوش مهجرين في فرنسا، نوجه تحيه حب لك ست كاترين وتحيه حب الى عمي لطيف وعائلته المحترمه وكل اهل سهل نينا وفي الداخل والخارج. هذا اللي سوى يا بوخ يا غسيمة، هيدا انت ها. مرحبا يا رعد. اوجه له تحيه له ولعائلته وبالفعل كان عمل رائع. الفرنسيين يمكن سمعتيها انت فرنسيين وحتى يعني ببساطه وبفتشي يعني ايه عبالك يعني سهله كثير كانت على القصه. مرحبا كاترين، تحياتي لك ولضيوفك الكرام، اشتقنا لك كثير، منوره منوره البرنامج. حبيبتي نضال مخول، مرحبا يا نضال، اشتقت لكم كلكم بصراحه. قبل ما ناخذ هلا وقفه مع فيديو كليب راح نشوفه، بحب اكيد انه سوا كل حدا عنده اي عمل بحب انه يعرضه علينا بالعراق اونلاين، ما يتبخل علينا اكيد، بالعكس اعطونا اياه ولكن مش خلال الحلقه. في ناس بيبعثوا لي صور، انا خلال الحلقه ما فيني دغري حط الصور وتطلع على الهواء، فبتمنى منكم احبائي اللي بده يبعث لنا شيء خلال الاسبوع يبعث لي اياه او ببدايه الاسبوع لاقدر انا اكون عم بعرضه، واكيد للمخرج والفريق العمل يحضروا الاعمال يلي بتبعثوا لنا اياها. رامي عيسى سقط وشوقي شمعون، شخصين من بغداد عراقيين حبوا بالصورة والكلمة واللحن والشعر الإنجليزي أنهم يقدموا لنا فيديو كليب صغير أو إذا بدنا فيلم صغير عن واقع أليم، هن حبوا يعبروا عنه، عن العيشة الصعبة يلي عشوها، هي صرخة شابين عراقيين. رح نشوفهم أنا وياكم، وبخلال الفيلم يلي رح نشوفه رح نكون باتصال مع رامي. رامي عيسى سقط يلي بيحمل الكاميرا بإيد والموسيقى بإيد تاني، يمكن الجيتار أو شيء آخر، رح نحكي مع رامي، صار معنا على الهواء. رامي مرحبا وتحية كتير كبيرة لك. أهلا وسهلا، بدي حييك وحيي شوقي اكيد على العمل الجبار يلي عملتوه، لانه عملتوه بانتاج خاص ونحن بنعرف قد ايه صعب هالاعمال. نحن راح نشوف الفيلم وخبرنا عنه خلال مشاهدتنا لهالفيلم رامي لو سمحت. لك وسيم يعني اتصل مو؟ ايه تفضل، نحن عم نشوف وحضرتك على الهواء. اوكي مشكل. اوكي نحن هلا عم نشوف الفيلم رامي، عم نشوف بلشنا فيه. تفضل شو بتحب تخبرنا عنه؟ رامي نحن عم نسمعك، تفضل بليز. Wishes over this place, man.
مساء الخير مشاهدينا. أنا كتبت القصيدة التي تتحدث يعني وتنبع من المأساة اللي يعيشها الإنسان المسيحي في الشرق الأوسط وخصوصا بالعراق. نعم. اوكي رامي تفضل كفي بليز. يا ريت تخفف التلفزيون على الاخر، تسمع لي بس من الهاتف رامي. اوكي انا سمعنا نحن اول نحن سمعنا اول مقطع رامي، كفي لو سمحت. كيف صار التعاون بينك وبين شوقي؟ احنا صار التعاون بين شوقي وانا، جدنا فكره بانه احد اصدقائي اللي قال لي ممكن نسجل احدى قصائدك عن طريق الفيديو، فهو صديق هو كان عنده الفكرة بس بعدين سافر لفرنسا، الفكرة ظلت ببالي وقال لي لازم أنفذها، فبعدين هو صديقي شوقي وياه دائما، فقلت له طرحت عليه الفكرة. نعم. فقال لي يعني مو مشكلة ممكن ننفذها في أقرب وقت. فكنا هي القصيدة كتبتها في 14 مارس 2015، وتقريبا كنا في نصف سنة على تهجير، نصف سنة على تهجيرنا. فالقصيدة تحكي عن الواقع المرير المر به الإنسان المسيحي في الشرق الأوسط بالأخص خصوصا العراق. فهي وسوينا القصيدة في قرقوش البلد المسيحية، وواجهنا صعوبات كثيرة خاصة لما رحنا لقرقوش وسيطرات، بس بالنهاية قدرنا نوصل لقرقوش وصورنا القصيدة هناك. نعم. هي القصيدة تنبع من المأساة الإنسان المسيحي بالعراق، وكانت هي قصيدة تتحدث خصوصا عن العوائل اللي كانت تسكن بالشارع على الأرصفة والحدائق وفي المخيمات والمطار والسيلج وهاي. فيعني هي القصيدة تحاول بأنه تحكي عن المهجر اللي دا يحاول أن يوصل رسالة للعالم. نعم. لا إنساني بما اللي ما عنده أي بصيص أمل بالعيش. نعم. هو رامي عندي سؤال لو سمحت، وين تسجل العمل؟ مين شارك بالموسيقى وكيف عديتوا العمل؟ هو بالبداية احنا سجلنا الصوت اللي كان في استوديو ابونا دوريت. نعم. بربر، وبعدين شاركوا بالموسيقى شاركوا يعني الموسيقار سام. نعم. وشارك بالتصوير شمعو شوقي، وايضا بالمونتاج شارك ايضا شوقي. نعم. رامي عندي سؤال لك لو سمحت، انا وقتها كتبت على الفيسبوك انه يا ريت كان في ترجمه بالسوره او بالعربي، ليش اخترتوا يكون بس بالانجليزي؟ هل يا ترى ليوصل الى ابعد مدى، او كمان عندكم فكره انه ترجعوا تعملوا سبتايتل تحت سوره وعربي؟ نعم، هو يعني كانت بس النص بالانجليزي حتى الصوت والرساله توصل لابعد مكان بالعالم، خصوصا اللي بالخارج. حتى اذا الواحد بالعالم يعرف الانجليزي فاكيد راح يفهم الرساله اللي دا توصلها للعالم، لانه احنا اذا كتبنا بالسورة هاي يعني اللي راح يفهم بس هو اللي قريب علينا. اوكي اوكي. فلهذا اختارنا تكون دائما بالرساله. نعم. فممكن بعدين نترجمها للعربي او بالسوره. اوكي، انا بدي اشكر كثير اتصالك، وان شاء الله دائما الى الاعمال الحلوه، وهيك عرفناكم اهالي العراق تتحدون الظلم والقهر بالفن والرقي اللي انتم فيه. فتحيه كبار لك ولكل الشباب يلي عم يجربوا يتخطوا هالحزن والاشياء البشعه بالاشياء الحلوه والفرحه يلي عم نشوفها. شكرا كثير. شكرا 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 لك رامي على هالعمل، وشكرا لشوقي لابونا دوريد ولكل انسان حط ايده معكم لا وصلتوا هالعمل لنا.
نعرف قديش التصوير بياخد وقت، ما هيك عبد اللطيف؟ اكيد اكيد، يعني عمل متعب يكون، وبهالظروف بهالالم هذا بهالظروف، وعند هي هاي الشباب يعني اللي يعني بصراحه التهجير هذا موت هالروحيه مال الشباب اللي حكينا بالبدايه عنها، انه طلاب شباب يكملون عندهم طموح، عندهم يعفون الكليات ويعفون المدارس ويعفون كل شيء ويتجهون للعمل مرغمين بصراحه لتكمله المشوار. نعم، خلينا كمان لو سمحت ناخذ اتصال ونشوف مين معنا. الو الو اعزائي بليز اسمعوني بس من الهاتف. الو الو تفضل حضرتك على الهواء. الو نعم مين معي؟ الو مرحبا. اهلا مرحبا اخت كاترين. أهلا. انا سوسن قريو اخت ضيفك الكريم. يا هلا. وانت يا اخت كاترين تحيه اجلال واكبار لك ولضيفك على الجهود اللي انت تبذليها مع اخوتنا العراقيين. تسلمي لي. تسلمي لي، شكرا. وحاسه انت بالالم اللي هم دي يتالموه، وهذا كله مقدم، واحنا مؤمنين بالمسيح انه لاجل المسيح كل شيء يهون. انا اخته وعانينا ما عانينا حسب ما حكى عبد اللطيف. نعم. واتمنى انه كل المهجرين خاصه بالبلدان اللي بعدهم ما مستقرين ان الله يفرجها عليهم. هللويا. والله يحفظك ويحفظ جميع العاملين مع هالفئات المتالمه. تسلمي. وان شاء الله خلي يكون الم لكن هو فرح داخلي بعث المسيح لنا بالرجاء، خاصه احنا مؤمنين بالقيامه. هللويا. الله يحفظكم. شكرا حبيبي يا سوسن، يا احلى سوسن. جميع المهجرين ويفرجها عليهم، وتحياتي للكل. تسلمي لي. تسلمي. شكرا شكرا يا ام الثانيه. هاي امي الثانيه بالفعل يعني. الله يحفظهم. واقول لها الف الحمد لله والشكر على سلامتك، لانه لا. كان عندها يعني مريضه كانت. نعم. اوكي كمان رح ناخذ اتصال رساله. تحياتنا لابو ستيفن ومدام كاترين من خالد شوشندي. كمان رح ناخذ اتصال. شكرا جزيلا. الو الو نعم. انا ضياء اخو الشهباء. يا هلا من المانيا. يا هلا. انا عم بحكي من المانيا. يا هلا يا هلا، يعني اليوم رح تبكوا لعبد اللطيف واحد واحد. الله يحفظكم. كيفك خبرنا. اكيد انت عم تحكي مع اعز انسان على قلبي. الله يحفظكم. الله يعزك ويحفظك ويحفظ عائلتك الحلوه. وانت كمان عزيزه علينا ست كاترين. الله يحفظك، شكرا. خبرنا عن اوضاعكم بالمانيا، كيف عم تعيشوا كعراقيين موجودين وقد ايه لك هونيك؟ الحمد لله انا في المانيا بكل خير، اطفالي في المدارس، اعطوني كل واحد في غرفه، الحمد لله والشكر مرتاحين، وما بينصنا الا شوفه تكون وشوفه الاهل والقرايب. نعم. يعني انت هلا حاسس باطمئنان وراحه على عائلتك بوجودكم ببلد عم يساعدكم بالقوانين وبحقوقكم كاشخاص لاجئين لالمانيا؟ المانيا بلد، شو بدي اقول لك، بلد انسان بيحترم الانسان، انساني 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 بيحترم الانسان شو ما كان. حلو حلو، الله يبارك فيكم، وان شاء الله يا رب تقدروا تكملوا هالحياه، واكيد يوما ما بترجعوا على العراق، ما هيك؟ لا ان شاء الله ما بنرجع. صدمتني هيك قبل، ما راح تشتاق للعراق؟ اكيد على المدى القريب. لا يعني راح اشتاق، لا راح اشتاق لاهلي وقرايبي واصدقائي، بس ما راح اشتاق للعراق لانه العراق دمرنا وتقيأنا. للاسف نعم نعم. اوكي عزيزي، كثير فرحت باتصالك، وان شاء الله دائما تكونوا متابعين لنا عبر نور الشرق. تحياتي لك يا ابو روز الورد. عبد اللطيف والشباب وام ستيفن.
اوكي تحياتي لك ولكل العائله اللي موجوده معك. شكرا على اتصالك. شكرا لك. تسلم. للاسف الوقت خلص، بعد معنا بس 4 دقائق نحكي فيها. واو واو. فاليوم رساله الاب، رساله الاخ، ورساله الزوج العراقي اللي موجود من خلالك بلبنان، شو هي رسالتي؟ لكل انسان طيب ولكل واحد يقدر يخفف ألم المتألم وينقل هالألم هذا بصدق، أن يكون أول واحد أقبل إيده. لأنه حقيقة واللي دي يصدمنا أكثر واللي دي يخوفنا أكثر من المستقبل، أنه مع الأسف الحقائق ما تنقل بالطريقة الصحيحة، تنقل بطريقة وكأنه حسب رغبة الناقل. نعم. رسالتي ومحبتي إلى أنه أنقل الحقيقة كما هي، مهما كانت مرة، مهما كانت الحقيقة هي حقيقة. احنا تهجرنا هذا يعني. والهجرة أنا بصراحة أريد نقطة واحدة أقول، الهجرة مو انتهاء الحياة. هذا عندنا الأنبياء بالكتاب المقدس، الهجرة عندهم كان أبونا إبراهيم تهجر، المعلمنا الأول اللي هو كان بالمذود يسوع المسيح له كل المجد، تهجر ما وقفت رسالته، تهجر ورا فترة رجع وكمل رسالته. نعم. وكمل مشيئة الله. اللي أريد أقوله الإنسان حر، خلي يكون حر بقراراته. عراق عراقنا مهما كان ومهما طول. الظرف اللي صار بي ظرف استثنائي، تكالبت الجهات على هالعراق هذا اللي كان ما ننكر انه مصدر الخير هو. العراق هذا انا عندي امل يرجع ان شاء الله يا رب، يرجع بسواعد الطيبين. فتره هي وترجع ان شاء الله. هللويا. ان شاء الله هالنداء وهالصرخه يلي والامنيه اللي تمنيتها مؤخرا بالحلقه تكون هي بالفعل صوت الى اذان سامعه بنعمه ربنا. بدي اشكرك كثير، وللاسف مرق الوقت بسرعه وما حسينا. اكيد ما حسينا يعني اكيد ما حسيت. نشكر ربنا واشكرك لك اكيد مره اخرى، واشكر كل القائمين بالبرنامج، واشكر الكادر اللي شفته اللي ما احلاه، وتحية كبيرة طبعا لكل أهلي وأصدقائي إن كانوا في العراق أو إن كانوا خارج العراق، ونتمنى استقرار لكل واحد يرتاح. نعم. كافي نرتاح. أكيد. أنا بنهاية حلقتنا بدي أقولكم يسوع يكون معكم وين ما كنتوا. إن شاء الله هالعذاب اللي عم نعيشه نحن كلبنانيين بغلى المعيشة ما كتير يتأثر ويأثر عليكم سلبيا. رح نجرب نحمل الصليب سوا، نحن بعدنا بزمن الصوم. بدي أتمنى الله يعطي النعمة لكل عائلة ويغرس بقلبها المحبة على الإيماتات والصلوات يلي عم تقوموا فيها. بدي عيد كل حدا اسمه يوسف وجوزيف ومشتقاته يلي رح نعيد نحن وياهم يوم الأحد بنعمة الله. وكمان ما رح كون معكم على عيد الأم، تحياتي لكل الأمهات. شو بعد بدك تقول؟ فيني أتسلم على كل امرأة وعايدها وأهنيها على صبرها وقوتها وتحملها رغم كل الألم ورغم كل شيء، هي صامدة وأحني راسي. ما أحليك ما أحليك. أنا كمان بضم صوتي لصديقي عبد اللطيف وقلكن كل الأمهات يسوع يكون حدكن وتضلكن قادرين تحملوا بقوتكن وبقلبكن الطيب وحنينكن كل ظلم العالم وتحاولوا لنور وفرح. تحية من قلبي لقلبكن. بكرة ساعة 3:30 فيكن تتابعوا الإعادة لبرنامجنا، والثلاثة بنعمة الله بتشوفوه على اليوتيوب. دايما كونوا معنا بالعراق أونلاين، وإن شاء الله نشوفكن أسبوع الجاي. إلى اللقاء.